وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الصحفي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي. مرحبا بك سيد محمد. أهلا وسهلا. في كلمته اليوم أمام الأمم المتحدة الرئيس الأمريكي عرج إلى الأزمة مع إيران والتي يصفها بأنها راعية للإرهاب، ما تقييمك أو كيف تابعت خطاب ترامب اليوم حول إيران؟ طبعا الموقف الأمريكي بعد الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية صراحة كان مخيب للآمال ولا يعتبر موقف حليف لحليف، يعني بعد الهجوم الإيراني على ناقلات النفط الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي أعلن بوضوح بأنه في حال تكررت الهجمات الإيرانية هذه المرة سوف نرد وبقسوة على مواقع إيرانية على أهداف داخل إيران، ولكن شهدنا هجوم إيراني آخر وأكثر شدة وأكثر تأثير، يعني أثر على الاقتصاد العالمي برمته صراحة. نعم. في موضوع ولكن لا يوجد رد أمريكي، يعني أمريكا يعني كان موقفها فقط فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني، والبنك المركزي الإيراني عليه عقوبات سابقة، يعني هذه عقوبات يعني أخرى لا تزيد ولا تقلل من العقوبات. يعني كأنك تلمح أن هذه الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية غير كافية. هو ليس فقط غير كافية، يعني الموضوع الأساسي هو أنه الإرادة الأمريكية الآن تحاول أن تتهرب أو تتخلى عن مسؤوليتها في الرد على إيران، يعني هذا الموضوع هو الأهم الآن. يعني ماذا بعد الهجوم على 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 شركة أرامكو؟ يعني كل العقوبات فرضت، كل الخيارات الدبلوماسية، الخيارات الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية فرضت على إيران. الإيرانيين لم يتراجعوا، الحارس الثوري رفع من وتيرة هجماته على المنطقة. لا يوجد رد أمريكي صراحة، حتى الخليجيين حتى الآن في انقسام خليجي، يعني في انقسام عربي، يعني الوضع صراحة يتجه نحو باتجاه يعني صالح إيران بالمنطقة. الإرادة الأمريكية، الموقف الأمريكي بدأ يتراجع، هنالك يعني تمييع في الخطاب الأمريكي تجاه إيران بأنه في حال كل ما إيران نفذت هجوم يخرج ترامب ويقول لدينا خيارات عديدة، ولكن اليوم أيضا ترامب كان واضح، اليوم كان واضح قال إنه إحنا ما رايح نعيد تجربة أخطاء العراق، ما نكرر تجربة أخطاء العراق، بمعنى لن ندخل في حرب عسكرية مع إيران. نعم. لن نشن هجوم عسكري على إيران، وهذا يترك المنطقة مفتوحة أمام الهجمات الإيرانية، يترك المنطقة مفتوحة أمام الرد الإيراني. بدون تدخل أمريكي قد يكون محتمل، يعني إذا كانت هنالك إرادة أمريكية للتدخل لتدخلت عندما إيران أسقطت الطائرة الأمريكية، لتدخلت عندما إيران خطفت ناقلة النفط البريطانية، لتدخلت عندما قامت بتفجير ناقلات النفط الإماراتية، لتدخلت عندما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة شركة أرامكو. يعني من الواضح، يعني حتى يبدو حتى الخليجيين حتى السعوديين أصبحوا يدركون بأنه الموقف الأمريكي موقف مخيف صراحة، موقف متذبذب، يعني ويتخوفون في حال اتخذت السعودية على عاتقها قرار الرد العسكري. لا يوجد هنالك دعم يعني من قبل حليفتهم أمريكا وحلفائهم الأوروبيين وحتى العرب للرد على إيران، وهنا المأزق الحقيقي وهنا المشكلة الأساسية صراحة، بأنه نشوف اليوم بأنه هنالك يعني تمدد إيراني، هنالك يعني بدت. اسمح لي أستاذ محمد بسؤال أخير لو سمحت، يعني ما الذي ينقص العرب والسعودية وحلفائها في المنطقة العربية من أن ترد على إيران؟ هل ينقصها السلاح؟ هل تنقصها التغطية الأمريكية والموافقة الأمريكية والأوروبية؟ لماذا لا ترد بنفسها؟ صراحة لا يمكن للسعودية، يعني بالواقع لا يمكن للسعودية أن ترد على هجمات الأخيرة لوحدها، لأن المنطقة أصبحت مكشوفة، السعودية الخليج كله وليس فقط السعودية كل أصبح مكشوف استراتيجيا أمام إيران.
المناطق الحيوية العسكرية والاقتصادية أصبحت مكشوفة أمام إيران والميليشيات الإيرانية، عندك من العراق الحشد الشعبي ومن اليمن الحوثيين، وهنالك انقسام عربي انقسام خليجي انقسام إسلامي ما بين تركيا والسعودية. السعودية يعني لا يمكن يعني لا يمكن بمعنى في ظل هذه الخلافات وهذا الانقسام الإسلامي والعربي أن تواجه إيران صاحبة هذا النفوذ، هذا التأثير الكبير والانتشار العسكري الكبير بالمنطقة. لذلك يجب إعادة ترتيب الأوراق بالمنطقة، هنالك خلل في الأولويات صراحة، يجب إنهاء الانقسام الخليجي، إنهاء الخلافات الخليجية، إنهاء الخلافات مع تركيا حتى وصلت الفكرة. نعم. سيد محمد مجيد الأحوازي من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.